انا كنت لسه هطلبك. طيب اهلا وسهلا ديانا، ميسو خباجة في الريسبشن. اه اوكي. خليك هنا يا برح او هتمشي. ها؟ في حاجة؟ طب قوم عشان تحرم تعاكس بنات الناس. مش هحرم. يا سلام. طب امشي. ايدك كده بقى متخافيش، انا حاسس، انا هسوق، انا هسوق. انت سيء فيها. وتنكد مصر كمان. الله يهدك. ايه رايك هاخد اجازه عرض النهارده عشان هوريكي حاجه حلوه قوي. عرض يعني ايه؟ عرض يعني عرض. أصلي سرحت. سرحت في إيه؟ تلميذي وابني أحمد أبو العز إنسان عظيم وعاقل وحساس وعاطفي جداً.